مبارك لنا على كل حال. وهذه الاخوه كاملين، هذا محمد سامي البونتا وهذا محمد عبد الله، شاكرين المجلس الشكر الكبير لهذه الجمعية اللي نظمت هذا الحدث والشباب اللي ساهم فيه في هذا البلد اللي على كل حال الضامن معانا في ظروف صعبة، واللي رفض يعني قرار ترامب، واللي يعني ظهر لنا فيه تقبال تضامنه معانا، وشايف على ان ضحية. نشكره على كل حال، نشكره على هذا الموقف، شكر الشباب الصحراوي اللي طلق هاي المبادرة في هذا البلد اللي ما قد تخلق فيه شيء، وشاكرين الإخوة كاملين الصحراويين والشباب وجماعة العدلتو واللي جا كامل ومتضامنين وموجهين التعازي للدولة الجزائرية وعلى شهداء الجزائريين اللي فقدوا واللي ماتوا فوق تراب الصحراء واللي خلط دماء على كل حال، ومجيء الشكر للجميع والتضامن مع مقاتلين ومع سلطان أخي ومع سجنائنا في المناطق المحتلة، وشكرا للجميع ومع المجموعة ومع المجموعة وقت ما كان يظن.